قال الشيخ في بيانه: لا فرق بين أهل الأردن وأهل الجزائر في الجهد، يقصد رد كلام الذي أكرره في الفرق بين جهد التبليغ عند العجم وعند العرب. أقول الفرق واضح، عندما ذهبت إلى الباكستان رأيت لهم مجمعا علميا بجانب المركز يدرسون فيه علوم أهل السنة من عقيدة وفقه وسلوك وأصول وما يتبع ذلك. التبليغ في الأردن عمرها زاد عن 50 سنة، أين مجمعكم العلمي المؤصل؟ سؤال الثاني: كلهم في الباكستان وبنغلاديش والهند يقولون نحن أشاعرة، أنت بلسانك لما قلت لك أن الشيخ محمد إلياس أشعري قلت لي إذا محمد إلياس أشعري سأتبرأ من التبليغ، وغيرك من المشايخ قال نحن لا أشاعرة ولا مجسمة، سمعته بأذني، وغيرك قال نحن سلفية، وغيرك قال نحن أشاعرة، ما هي هويتنا التبليغ في الأردن؟ كيف تقول لا فرق والفرق بين كما بين السماء والأرض بيننا وبينهم؟